هي مشاهد من حكاية مؤثرة ترويها أم تتقطع ألماً على فلذة كبدها، آملة في رؤيته يقف على قدميها. طفل يعاني من ضيق في الجمجمة وتأخر معتبر في المكتسبات الذهنية والحركية بسبب معاناة الأم والجنين عند الولادة، ما حرم الأكسجين من الوصول إلى دماغ الطفل عبد القادر صاحب 3 سنوات. عبد القادر قالوا لي عنده مريخ تلغط له بكري ويلزم له عملية جراحية باش يحلوا له نورمالمون الجمجمة تاعه. راني طلبوا لي ندير له لي زاناليز لي غاديو، راني دايرت له كلش، راني مستحقه طبيب يشخص لي الحاله تاعو النهائيه اللي نعرف وليدي وش بيه ونعرف وش راهو محتاج باش ان شاء الله باذن الله نصوفي عبد القادر. قالوا لي عنده نورمالمون كرونيستينوس، هذا المرض قال لك يلزم له عمليه باش يريح عبد القادر، يفتح الجمجمة نورمال. قال لك ينقص له ماشي 100% بصح ينقصوا له الاعراض تاعو اللي راهم عنده الروتار، عنده ما راهوش يتمشى لي، ماشي كيما طفل عادي تحت 3 سنين. انا بديت نفيق له اللي كان في عمره عام. في العام بديت نفيق له وحد الان مازال ما دوكاتيك راهو عنده 3 سنين عامين وانا معاه مازال ما لقيتلوش الحل. هو الشفاء بإذن الله بربي سبحانه. نداء هذه الأم رفعناه إلى الدكتورة فاطمة الزهراء بن ديب المختصة في جراحة المخ والأعصاب، فلم تتوانى في أخذ الحالة بعين الاعتبار. مشاهدينا نلحقنا الآن إلى بيت عائلة العمري اللي عندها الولد تاعها يعاني من تشوه خلقي. أنا رفقة طبيبة المختصة في جراحة المخ والأعصاب الدكتورة بنديب اللي راح تشخص الحالة تاع طفل عبد القادر عن قرب. تفضلوا معنا. مساء الخير مدام، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. واش راه عبد القادر؟ لاباس الحمد لله. واش عبد القادر لا ديرنيغ فوا خليناك شويه مقلقه عليه؟ بيان سور. اوكي، حنا جبنا لك اليوم طبيبه تشوفه لك هنايا وتقول لك واش عنده اكزاكتومون وتعرضي عليها الحاله وحتشوف كاع لي دوسي تاعو ان شاء الله. انا ثاني نفهم. اوكي هاي معك دكتور بنديب حتشوفه دوكا. انا راني وجدت لك كلش كامل دوسي هنا وجدته لك. هو باش نفهمك، انا كي كان عنده عام وشهر قالوا لي عنده راسه صغير، عطوني تي دي ام درته له قال لي راسه مغلوق، وبحثوني لجوانفي قالوا لي شخصوا له الحاله، درت لي غاديو كامل، عطوني لي زاناليز واش يعطوني ندير له، درت له بصح لحد الان مازال ما كاش اللي شخص لي الحاله تاعو النهائيه باش نفهم وليدي واش به. هو ما يمشي، ما راهو يهدر الكثره، راني مقلقه بزاف على لي كريس كي يضرب روحه. هذا ما كان في العام الاولاني مادام تاع الولاده تاعو قبل ما يشخصوا لك الحاله، اسكو لاحظتي بلي وليدك عنده حركات غير عاديه؟ هي ما في الحقيقه ما لاحظتش، كان غير مكسر العقد، وحنا نقولوا دمو ثقيل، ما قعدليش بكري، ما ضحكليش بكري، ما كشو روطار، وانا ما عرفتش الاول تاعي ما عرفتش، كنا نقولوا غير روطار. درتيش مادام بلي الوجه تاعو يعني عنده هكا تشوه في الوجه ماشي كيما لي بيبي الاخرين، كيما الاقران تاعو، كيما ما انتبهتيش؟ ما انتبهتش الاول تاعي ما نعرفش. والعام الاولاني مادام كي كنتي تروحي عند لي بيدياتر اسكو يقيسوا له الجمجمه تاعو، اسكو يقولوا لك بلي راهي حاله طبيعيه ولا راهي شويه اقل من المستوى الطبيعي؟ يقولوا لي طبيعي تاع لي فد في النف موا مرض لي بالسعله، دخلتو وقيله 5 جوغ في لوبيتال وما قالوليش، داواوه غير على السعله وخرج. مادام سمحي لي، واسكو الحمل تاعك يعني جرى بكل سهوله بكل حاله طبيعيه؟ نورمال، كل ما نسالي نروح للطبيب يصيبو عادي يقول لي راهو مليح. نورمال دونك نورمال، غير بطيت في التالي شغل. والولاده مادام تاعك كانت ولاده طبيعيه ولا ولاده قيصريه؟ قيصريه. اسكو وليدك تنفس في الوقت؟
قالوا لي كلش نورمال، هما قالوا لي كلش نورمال، تاع اللي كيخرجوه ثاني سمعتو بكالي نورمال، والله اعلم. ما تقلقيش مدام روحك، ان شاء الله فيها خير. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله فيها خير. دوك نطلعوا على الدوسي تاعو ونخرجوا بنا بخلاصه تاع جميع واش عنده واش لازمنا نديرو، وال لو برونوستيك سي فو فولي كيفاش راح يكون التطور باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الحاجه الاولى اللي لاحظتوها سي لا ديسمورفيك رانيو فاسيال مدام. شوفي كي تشوفي في الوجه تاعو تشوفي باللي ديجا هذه شويه خارجه، الجمجمه تاعو في الجبين تاعو شويه خارجه، تشوفي باللي تانيك عينيه ولا هنايا العظام هذوما لي زو تومبورو راهم شويه ماشي كيما لي زانفون الاخرين. اون ميم طون نشوفو باللي الحجم تاع الجمجمه تاعو ماشي متناسب مع لاج تاعو، فهمتيني مدام؟ دوك نقيسو. بسم الله بسم الله بسم الله ماما بسم الله بسم الله بسم الله. خلاص ماما خلاص خلاص خلاص. تقدري تعاونيني مع دام فضلك؟ ابدو. خلاص ماما خلاص 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 خلاص. سي بون سي بون بيبي. اختار الخلا مادام لي قاسوا لك المحيط تاع الراس تاعو شحال كان؟ كان قلك قلك دولا خلاص خلاص. هاك شد شد عليه. خلاص هاك خلاص. هيا هيا عندي هيا هيا باي باي. خلاص خلاص خلاص. تقدري تشديه مدام فضلك؟ نفحصوا له العمود الفقري تاعو. عندو اعوجاج طفيف في العمود الفقري تاعو، دونك يعني سكولياز. نجمي تحطيه مدام من فوق الطابله باش نشوفو اسكي يوقف ولا لا. الطبيبة تقوم بتشخيص الطفل عن قرب وتستنتج أنه يعاني من تأخر سيكولوجي وحركي، وتفضل تحويله إلى المستشفى لمتابعته قصد التقليل من مضاعفات نوبات الصرع التي يعاني منها بعدما تعذر عليه الخضوع للجراحة بسبب التشخيص المتأخر. مادام فضلك نقدر نطلع على دوسي؟ ايه بيان سور. عطيني على حسب التسلسل الزمني، الحاجة الأولى اللي درتوها له ونجم. الحاجة الأولى اللي درتها له بدينا بهذا. باش درت له لي راديو، درت له على راسو، وفاقوا له على الغان تاعو. خلاص ماما خلاص خلاص. دونك مادام عنده تشوه خلقي في الجهاز البولي والمسالك البوليه، عنده ان غان واحد كليه واحده.
هنا مدام في لي راديو راهو يبان تانيك المشكل تاع الجمجمه تاعو. كي معايا هذا مدام كي دارو شحال كان في عمره؟ عام عام اي عام وشهر. هادي لا سويت تاع لو دوسي تاعو وين راهم يكملوا لوتي ديال نورمالمون. هذا لوتي ديال التشخيص تاع لا مالفورماسيون اوروجينيتال. سا سي لو بروميير سكانر. سكانر هذا مدام يقول لك باللي الجمجمه تاعو انغلقت قبل الوقت فهمتيني باسكو كاين سكون ابل لا فونتانيل ولا الملغيغه هي تخلي النمو تاع الدماغ النمو تاع الجمجمه يندار بون فاسون متجانسه بون هارموني فهمتيني باسكو العامين الاولين تاع الحياه تاع الطفل تما الدماغ تاعو يكبر باش يجيوه المكتسبات الذهنيه والحركيه والجمجمه بالتالي تزيد تكبر. انت يا وليدك الشيء المشكل اللي عنده سيكو الجمجمه تاعو تغلقت قبل الوقت تسمى المخ تاعو يصيب روحه مضغوط فهمتيني مدام وهذا الضغط هذا راح يولد لنا مشاكل على مستوى الدماغ الخلايا العصبيه تاعنا راح تتاثر بهذا التزيار. الحاجه الاولى التاثير الاول اللي تكون عندها على مستوى الدماغ انه وليدك يدير لي كريز فهمتيني وليدك يدير لي كريز. الحاجه الثانيه انه الضغط هذاك راح يكون سبه باش الاعصاب البصريه تاعو راح تتاثر بهذاك الضغط اللي كاين في الجمجمه وحتى يعني التنفس تاعو كي زاد ما كانش يعني ما تنفش في الوقت فهمتيني مدام يعني اون انوكسي نيوناتال ما على باليش اسكو قالوها لكم ما قالوها لكمش مي على حساب الصور اللي راهم لهنايا تاع هذه اللي راهم اللي درتوها له اللي تقول باللي المخ ما تاثرش بزاف بهذاك الضيق تاع الجمجمه فهمتني ما تاثرش بزاف بالضيق تاع الجمجمه يعني هكا من حيث الشكل بصح قادر التاثير كان سوغ لو بلان سوغ لو بلان الكتريك فهمتني هذا لازم نشوفو لو جي فهمتني هو اللي يشوف السير تاع السياله العصبيه في المخ تاع الولد ميم لا فوس سيريبرال تاعو بوستيريور الجهه الورانيه وين كاين المخيخ و لو تران سيريبرال راهي مضيقه عليه فهمتني راهي مضيقه عليه دونك احتمال يكونوا كاينين اعراض جانبيه En même temps, on assiste à la verticalisation de l'attente du cervelet. Ma qtarhouch alikoum dirou amaliya jirahiya. Qtarhou alina. Voilà, ma dirtouhach, madame. كنت عند الطبيب ثم في جوانفيل ومن بعد كي تخرج مع اللي طاني ندير له لي غاديو والاخرين كي عاودت رجعتهم لقيته خرج قالوا لي خرج غوتريت دونك حنايا نسيو هو يكون مليح وانتم تانيك كي يكون وليدكم مليح باذن الله تكونوا ملاح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الوغ دكتور بعد ما شخصتي الحاله تاع الولد عبد القادر وشفتي كاع لي دوسي تاعو يعني واش هو الحل تاع هاد الولد واسكو تقدروا زعما تنقصوا له من المضاعفات هذه على مستوى المستشفى تاعكم؟ شوفي الحاله تاع عبد القادر هي حاله شويه معقده باسكو عندنا ولد اللي راهو في لاج تاع 3 سنين اللي عنده عده تشوهات خلقيه دونك لازم له اون ايكيب بلوريديسيبلينير ان شاء الله باذن الله نتكفلوا به في المستشفى مع ليكيب اللي مولفين نتعاملوا معاها كل حاجه دونك اون اسيست لهنايا سور لو بلان نورولوجيك اي نوروشيرجيكال بروميرمون يا اون كرانيوستينوز هذه الحاجه الاولى اللي قلنا ضيق في الجمجمه انغلاق قبل الوقت سي اون سينوستوز بريماتوري دي سوتور دونك هذه الحاجه الاولى الحاجه الدوزيام عندنا اون اسيست ان سيندروم دو ويست لو سيندروم دو ويست هذه سي اون انتيتي تاع لي كريز ديبيليبسي لي جي عند لونفون الي ان جينيرال الي ان جينيرال مدام هاد الحالات تجي في العام الاولاني تاع الولاده فهمتيني اونتخ 4 شهور 7 شهور تما لي الناس يوليو يفيقوا فهمتيني
عنده تانيك مشكل واحد اخر انه عنده اعوجاج في العمود الفقري تاعو اللي لازمنا نكوريجيوه مادام وراه النمو تاعو مازال ما اكتملش. دونك هذا رايحين نشوفوا ليكيب تاع لا سي سي اي ولا جراحه الاطفال. وزياده على ذلك عنده المشكل تاعو تاع لوغا اونيك اللي سافي ان بتي بو الصعوبه تاع شيء باسكو عنده تانيك اون افي دي بلي تشوه خلقي في الجهاز تاع المسالك البوليه الكلى والمسالك البوليه. ان شاء الله نتكفلوا به. حنايا سور لو بلان نوروشيروجيكال اذا عدتو بيان سور قابلين راح نديروا له عمليه. راح تكون العمليه هذه بربي ان شاء الله عمليه بوكو بلوس تجميليه مسيو فهمتني، باش تعاود تولي الجمجمه جمجمه نورمال كيما الاولاد كاع. وبالعقل بالعقل بالحاجه بالحاجه بربي ان شاء الله راح يكون عنده ان غوتار سيكوموتور. هذاك ما نقدروش يعني باش نكون صريحه معاك ما نقدروش نسترجعو، بصح باذن الله راح يكون طفل نسيي ويكون طفل لو بلو نورمال كو بوسيبل. هذه هي ان شاء الله فيها خير. دكتور شفنا مقبل الوالد تاعو وقال لك يعني بعد ما فقد الامل، الامل تاعو الواحد دوكا يشوف وليدو يفتح له الباب، يعني هكا قلت لي مقبل. ان شاء الله هي هذا حاجه راح تطلب منكم صبر وتطلب مجهود، وكما نقولوها دعاء طبيب وشفع على ربي سبحانه. داكوغ، ما كاش اللي يفقد الامل، اللي خلق ما يضيع. لازم هذه هي الصبر، شويه شويه مثابره شويه الاخر، وباذن الله فيها خير ان شاء الله. بعد جملة من الإجراءات تنقلنا رفقة الطفل عبد القادر ووالديه إلى المستشفى. هنا يقوم الطاقم الطبي بفحصه والانتهاء إلى ضرورة إخضاعه لحصص التأهيل الحركي والتكييف الوظيفي، وهو ما أثقل كاهل هذه العائلة التي لم تعد تبحث سوى عن الاستفادة من هذه الحصص بالمستشفيات العمومية بفعل تكاليفها الباهظة في المصحات الخاصة. فوالا دونك ابري ما شافوا اللي هضرتم عليه كوليك تاعي وشفنا لونفون عبد القادر العمري في عمره 3 سنين اللي دخل عندنا في مصلحه طب الاطفال بوغ كونفيسيون ايتا مال كونفيسيف. سان لونفون اللي كان يتخبط مرض الصرع ناتج عن سوفرونس فيتال اللي زاد بها على نيسونس. دونك الى تي في على في سيرفيس تاع جراحه الاعصاب على جال الميكرو كراني اللي عنده. راكو تشوفوه نورمال مو شفتو راسو كان صغير ماشي كيما راس تاع واحد اللي في لاج تاعو. مي مالوروزمون لو دياغنوستيك اي تي في تارديفمون ماشي في وقته. دونك لا نيوروشيرجي ني بو با لوبيري. دونك قاعد عبد القادر قاعد عنده مشكل تاعو تاع التخباط وعنده المشكل تاع الروتار بسيكوموتور، عنده روتار في الحركه في الحركي. دونك حنا في لو بلان سور لو بلان ميديكال سور لو بلان في لا بيدياتري دونك نو افون ريجوستي لي دوز تاع لي كونفيسيون. نو افون درنا لو سيندروم لو جي وين تلاقينا سيندروم دو ويست سيكوندير سورتو على الاسفيكسي تاعو اللي زاد بها. قاعد المشكله تاع الحركي بعثناه وكنا en contact مع le service de rééducation qui va le prendre en charge pour ne pas rester هكذا بلا ما يمشي ما يتهدرش ما يقدرش يقعد وحده راهو يخبط راسو اللي ينتج على هذاك التخبط دي تروماتيزم كرانيا. دونك لو ميساج اللي حبينا نوصلوه دونك سي ان انفون من عنده ان روتار بسيكوموتور
c'est un handicap pour la famille. Elle ne peut pas le prendre en charge parce que c'est une prise en charge pluridisciplinaire et elle est lourde. Donc, on peut l'éviter. Comment on l'évite? Par le suivi des grossesses. Quand la maman a été la grossesse ou l'accouchement, elle sera programmée avec la présence de pédiatres. Donc, la réanimation se fera dans les normes. Malheureusement, l'accouchement s'est passé dans les zones de la donc il n'y avait pas de pédiatre. La réanimation, quand le carnet ou la carte était 3, c'est-à-dire que je ne suis pas l'extra-utérin, mais c'est l'asphyxie. Donc, les messages que je veux dire, c'est que former les gens, le personnel soignant, les gens dans la salle de bloc d'accouchement, la salle d'accouchement, ils sont capables de réanimer un bébé qui zède. Car le cerveau d'un bébé, il dépend des de 5 premières minutes. C'est très important. On ne peut pas attendre. Donc, c'est l'intérêt de former, de se former et de former les gens, notamment les péricultrices, la sage-femme, le personnel, les pédiatres, les gynécologues. جو سوي لا بسيكولوج راني متكفله بالحاله تاع العمري عبد القادر 3 سنين في عمره جانا لهنايا القليعه في سيرفيس دو بيدياتري بون الدكتور حماده اش هضرت لكم على الكوتي ميديكال تما بلا ما نتفصل فيهم نتفصل فيه الطفل عنده دي تروبل بسيكوموتريسيتي لازم لهم بريزون شارج ان شاء الله نسيو كيفاش نغاترابي واش صرا يعني واش نتج على التكافل الخاطئ اللي ما قبل الولاده ادى الى الصعوبات هذوك واللي تخبل اللي صراو له دركا لازم نديروا له بريزون شارج مع شفنا مع مدام محرش نديروا له اون بروند ان شارج في ازور ان شاء الله على الجال لا ريدوكاسيون لازم نديروا له دي كور اي دي كور دوري لونغ باش نحسنوا شويه من الحركات تاعو ونديروا له التاهل النفسي والتاهل الحركي والتاهل الذهني تاعو والتاهل النطقي ثانيك باسكو الطفل ما يهضرش. الحمد لله راني جيت لهنا للسبيطار قاموا بيا الله يبارك راني شفت مع جاز عند البسيكولوج طاوني دوكا لي غاديو راح يديروا له هنا كل حاجه يديروا له لي غاديو يديروا له الحاجه اللي كنت حبتها انا تاع لوديكاسيون راهم داولوا لي رونديفو انا هذه الحاجه اللي كنا حابين نوصلوا ليها على خاطرش كنت ندير بريفي ما قدرتش ام شافوا لي دوكا تي كندير عندهم وان شاء الله هذه هي الحاجه اللي كنت انا هذه الحاجه اللي يستحقها وليدي والحمد لله راني لقيت هنا كلش وراهم شدوني عندهم لهنا باش يديروا له كلش يعاودوا له لي غاديو لي زاناليز يديروا له كلش. مشاهدينا الافاضل متواجدون امام مصلحه طب الاطفال بمستشفى القليعه وان كنا رفقات الطفل عبد القادر اللي يعاني من تشوهات على مستوى الراس وكذلك الجهاز التناسلي. عبد القادر كان بحاجه الى عمليه تاهيل الوظيفي التي ارهقت كاهل هذه العائله التي كانت تجري هذه الحصص بالعيادات الخاصه. الحمد لله اليوم عبد القادر سيتحصل على هذه الحصص بالعيادات العموميه وسيتم التكفل به من جميع النواحي حسب الأطباء هنا بمستشفى القليعة. إذن مشاهدينا كانت هذه حالة عبد القادر، نلتقي مع حالات أخرى. شكرا وإلى اللقاء.